ضد إنشاء مناطق آمنة في سوريا في هذا الوقت لأن وقتها قد فات. ما إنشاء منطقة آمنة، لكن إنه ما يكون يعني اجتماع أو حبر على ورق مثل اجتماعات كثير قبل. شخصيا لست مع هذه المنطقة الآمنة حاليا، لأنني أتطلع إلى سوريا آمنة بالكامل. إنني مع إقامة مناطق الأمن آمنة، منطقة آمنة في شمال سوريا. لا طبعا، أنا بيهمني بصراحة تكون سوريا كلها آمنة، مو منطقة بس بسوريا آمنة، بيهمني كل سوريا تكون آمنة. مع عدم وجود منطقة آمنة بسوريا، لأن هالشي ما راح، كأنه ما اشتغلنا شيء بالمرة، شايف علي؟ المناطق الآمنة بكل أنحاء سوريا، إذا أنا منطقة آمنة بس بإدلب، معناته أنا ما رفعت المعاناة عن اللي قاعدين بدمشق أو بغوطة أو بكل أنحاء سوريا.